وشي منكو في الارض، والله والله وشي منكو في الارض. مش عارفه اقول لكم ايه، بس سامحوني سامحوني، انا متاخره عليكم قوي. انا داخله في شهرين ولا شهر ونص ما قربتش لقناه الفلوجز دي، بس هو جه رمضان وجت كده حاجات ورا بعضها فخلتني اتشغلت، وكان عندي ضغط شغل الصراحه، فما كنتش عارفه اركز خالص في قناه الفلوجز. بس ها اخيرا رجعت لكم، والنهارده هتقضوا يوم معايا، هنروق الاستوديو، وكمان هننزل وهنزل اقابل يوتيوبر عسل كلكم بتحبوها، وانا اكسايتد ان انا اشوفها لان انا ما شفتهاش قبل كده خالص خالص خالص، فاكسايتد اكسايتد ان انا اشوفها. وبس كده، موضوع بقى انا كنت فين وغايبه ليه والكلام ده كله، تعالوا بقى واحنا بنرص الطرح الجديده اللي جبتها كل سنه وانتم طيبين. الميعاد الثانوي ان اجيب طرح جديده، انا فلوسي كلها ضايعه على الطرح تقريبا، فاحنا بقى بنرص الطرح هناك. نيجي احكي لكم ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت، وليه انا غبت قوي كده وما بقتش اكتف زي الاول. ف تعالوا عند الدرج. هبدا معاكم الكلام بعظمك يا رضا، والله العظيم جسمي مكسر وعايزه انام بتاع شهر ولا حاجه، فاهمين؟ وبجد بجد يعني كل ما اقول في باصيص من الامل ان انا ابقى الدنيا حلوه، مفيش مفيش حاجه بتكمل. نبدا الموضوع من الاول، يعني نبدا من 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 فوق كده، تمام؟ من اخر 10 ايام في رمضان، من اخر 10 ايام في رمضان ابتدى، من اخر 10 ايام في رمضان الجلد. انا كده كده رمضان كان صعب عليا قوي، لاني انا برضع دياله والرضاعه مع الصيام يعني منتهى الاهانه. وليه حاسه انا قوي بالرضاعه؟ لان انا من الناس اللي ما بتصحاش في رمضان متاخر، بتصحاش على الظهر على العصر الكلام ده كله، لا انا بجيب النهار من اوله من الساعه 7 الصبح ولا حاجه. ليه؟ عشان فهد بينزل يروح المدرسه 7 الصبح، ايه بصحى من 6:30 الصبح كمان، فبيبقى صعب قوي ان انا ابقى زي الناس كده بينام عدد ساعات قليل. عارفين الناس دي اللي هم يا دوبك يصحوا لهم بتاع 3 4 ساعات، اوب المغرب يبدا خلاص كده وسهرانين طول الليل. لا انا بجيب النهار من اوله، يعني انا واخده الصيام من بابه، تمام؟ والله كانت الدنيا ستيبل وماشيه حلوه قوي، ورمضان مزقوق معانا وزي الفل لغايه قبل رمضان ب 10 ايام. ايه اللي حصل يا بنت الناس؟ انتوا عارفين ان انا عندي بنت هنا بتساعدني، هوب ايه كان هي قايله لي ان هي هتقضي معايا شهر رمضان كله، بس واحنا في نص شهر رمضان كده سالتها، قلت لها كان المفروض ان البروكر اللي كانت جايبها لي او الشخص اللي كان جايبها لي كان قايل لي ان هي ما هتقعد عندي فتره، بعد فتره هيجيبوا لي الباسبور بتاعها عشان اشوف بس الاول تشيكن كانت هي تمام معايا ولا لا. والبنت قعدت معايا 4 شهور، وتو بي اونست البنت كانت كشغلها بتقضيه على اكمل وجه الصراحه، يعني تو بي اونست كانت كويسه، كانت نظيفه، كانت بتاخد بالها من الولاد. حتى قبل كده ما نزلت فلوج كان في بنات يقولوا لي اصل هي ما بتضحكش ومش عارفه ايه، يعني لا خالص، هي ممكن قدامكم تكون مش باين ان هي بتضحك ولا الكلام ده كله، بس هي معانا بتضحك، بس هي لسه مش فاهمه او ما كانتش فاهمه فكره انا بعمل ايه او انا بصور ليه، فاهمه؟ مش فاهمه انا بعمل ايه اصلا في حياتي يعني. المهم يا حلوين، ففضلت معايا وقضينا شهر رمضان والدنيا حلوه. جينا في نص رمضان كده افتكرنا ان احنا ان شاء الله الصيف داخل وبنفكر ان احنا نطلع مصيف، فقلت لها بليز اما تنزلي اجازه ابقي هاتيلي الباسبور بتاعك عشان ابص عليه، اشوف الاقامه بتاعته تمام، الباسبور نفسه تمام، عشان اما تيجي تسافري معانا. ده كانت السيتويشن كده، تمام؟ قالت لي اوكي اوكي ان هي هتسال اختها ومفيش اي مشكله، وبقول لكم هي حنينه جدا وولادي كانوا بيموتوا فيها. المهم جت فجاه، تمام؟ بعد ما كانت قالت لي ان انا مش هنزل اجازه طول شهر رمضان، حتى بعد ما قعدت معايا 4 شهور ما نزلتش ولا يوم اجازه وبارادتها، يعني مش انا اللي غصب عليها. المهم ايه، فراحت جايه فجاه لقيتها بتقول لي انا عايزه انزل اجازه. الموضوع ده يخوف شويه، فاهمين؟ هو انت فجاه تنزلي اجازه، دي يبقى في حاجه، في حاجه تقلق يعني. المهم انا ما اديتش اخوانا، وبس ده طبيعي ان انت تامني على البيت وتتشكي حاجتك كل حاجه تمام وبتاع، لان نزول اجازه فجاه ده اكيد في حاجه مقلقه يعني. المهم لقيت الدنيا كلها تمام ومفيش اي مشكله، جبت طرحة جديدة، جبت طرحة جديدة، بس نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. المهم فا اوكي خلاص، قالت لي هنزل اجازة، قلت لها انزلي وخلاص. وجي اليوم اللي نازلة فيه اجازة، قعدت بقى تحضن الولاد وتبوسهم وتقول لهم ايه انتوا هتوحشوني، حتى هي المفروض اجازتها 4 ايام، قالت لي لا انا هاخد 3 بس عشان ايه اي ويل ميس ديالا، ده كلامها. المهم يعني يا جماعه اوكي، فراحت واخده حاجتها ونزلت. بعد ما نزلت لقيت محمد بيقول لي دعاء هي واخده حاجتها كلها ليه؟
هي المفروض راجعه يعني واخده كل حاجه. والمصيبه بقى ان انا ايه بقى قبل ما قبل ما تنزل تمام كان داخل علينا عيد وكنت بجيب لاولادي لبس العيد فجبت لها هي كمان لبس العيد فاهمين. من كتر ما هي كايند جدا ومعانا وبتاع ويعني بتحبنا قوي واحنا شايفين ده فنزلت بقى جبت لها لبس عيد بقى ودلعتها والكلام ده كله. المهم ايه فراحت واخده كل حاجه حتى لبس العيد وكل حاجه فراحت واخده بعضها ايه وماشيه. عدى اول يوم تاني يوم تالت يوم ببعت لها اللي هو ايه ايه الاخبار عشان ابعت لها اللوكيشن عشان اما ترجع. فلقيتها بتقول لي ايه مدام ام سوري انا تعبانه وكده وبعتالي صورتها في المستشفى ان هي عندها هبوط او حاجه زي كده يعني. المهم هي اجازتها اصلا 4 ايام فاليوم ده ايه ما فرقش يعني هي كده كده انا عامله حسابي ان اجازتها 4 ايام. المهم عدى اليوم الرابع وما اتصلتش عدى اليوم الخامس وما بعتتليش. اتصل بيها اتصل بيها مفيش ما بتردش عليا خالص فاهمين لغايه اخر اليوم. فاللي هو لا بقى انت بتستعبطي ولا ايه ده انا عندي شغل عارفين كده. المهم ايه فروحت متصله بالبنت او البروكر اللي كانت جايبها لي هاي ازيك عامله ايه. البنت ما رجعتش ومش فاهمه في ايه والكلام ده كله. المهم ايه فراحوا قعدوا يتصلوا بيها ما ردتش عليهم. في الاخر جابوا رقم اختها اللي موجوده هنا في مصر واتصلوا بيها تمام ايه هي ما رجعتش ليه والكلام ده كله. قالت لهم ايه بقى بصوا بقى قالت لهم هي مش عايزه ترجع لهم تاني. فراح قالوا لها ليه يعني حصل مشكله او حاجه. قالت لهم اصل هم مش بيخلوني انام كويس مع ان يعني ربنا اللي عالم واللي شاهد ان انا بخليها تخش تنام الساعه 9 وبتصحى الساعه 5:30 فده كويس جدا يعني الساعه 9 بالظبط خلاص قومي نامي عشان انا عارفه ان هي بتصحى بدري عشان فهد والمدرسه والكلام ده كله. المهم بقى ان طلع ده حوار كله في الاخر ليه بقى يا ست كل عشان انا طلبت الباسبور عشان طلبت الاوراق بتاعتها. هي اكيد الاقامه بتاعتها مش تمام واكيد الباسبور بتاعها فيه مشكله. انها عرفت بعد كده ان يعني اللي بيجوا مش عن طريق شركه بيبقى الاقامات بتاعتهم ممكن يكون فيها مشكله او الباسبور بتاعهم بيكون منتهي حاجه زي كده. فايه حبت تخلع. وعرفت كمان بعد كده بقى من البنت اللي كانت جايبها لي ان الست اللي هي كانت شغاله عندها قبليه كانت مسافره ورجعت من السفر فهي عايزه ترجع لها تاني. بما ان الست التانيه يعني ولا تسال على باسبور ولا على اقامه ولا على الكلام ده كله فبالنسبه لها هي سيف اكتر مني لان انا قاعده مركزه قوي في موضوع ان كل حاجه تكون قانونيه وطبيعيه يعني. فده الموضوع. فرحت سايبانا وماشيه وابتدت الحوسه يا جماعه لان المدرسه عند فهد جم في اخر اسبوع في رمضان قالوا ان هم هيمتحنوا في اخر اسبوع. طب يا جماعه انتوا بتهزروا ده احنا في رمضان ودخلت عيد وبتاع. فتخيلوا ديالة معايا وانا اللي واخده بالي من كل حاجه في البيت بنظف وبمسح وبغسل مواعين وبعمل الغدا وباخد بالي من ديالة وكمان فهد عنده امتحانات فكنت ببقى شايله ديالة كده وفهد قاعد بيذاكر ومحمد في الشغل وبصوا يا جماعه ايه اتهنت واتمسح بكرامه الارض. فاخر اسبوع قبل العيد ده بجد كان اهانه. المهم انا قلت ايه قلت انا مش هغلط نفس الغلطه تاني واما هروح اجيب بنت هجيب بنت من شركه تكون شركه مضمونه وتمضي معايا عقد عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني لان هي بوظت لي الدنيا وبوظت لي شغلي يعني انا اتعطلت عطله مش طبيعيه يا جماعه. انا شغلي كله اتكنسل يعني حاجات كنت متفقه معاها فيها على شغل كله اتكنسل عشان للاسف انا مش هقدر ان انا اخد بالي من الشغل. وانا لو اتحط قدامي الشغل ولا الولاد فاكيد هختار البيت والولاد يعني لا يمكن اقصر معاهم على حساب الشغل بتاعي. المهم يا حلوين إيه شفت شركه ثانيه وجبت بنت بس الشركه دي بقى مضمونه وعقد وكلام. المهم جبنا بنوته جديده بس بقى يا جماعه تحسوا كده سبحان الله يمكن عشان انا حد كويس ربنا بيبعد عني اي حاجه فيها قلق او مشاكل وربنا بيعوضني دايما بالاحسن يعني. فجت لي بنوته جديده اسمها ديبورا هتشوفوها معانا ان شاء الله الفتره الجايه. ده اما مشيتش عشان انا عادي حاطه في اي وقت انه ممكن يمشي ومفيش اي مشكله. ده اما مشيتش يعني عسوله بتحب الهزار والضحك يعني بشوشه بتضحك كتير جدا وكده والولاد برضو بيحبوها يعني واضح ان انا عيالي اصلا حبوبين وبيحبوا اي حد يجي عندنا يعني. المهم دي بقى ايه اللي حصلت والحمد لله يا جماعه دخل علينا العيد وانا عندي حد بيساعدني وروقنا البيت والدنيا بقت جميله وحلوه زي الفل. وفروحت حاجزه ميعاد في سبا اتدلعت بقى
اتدلعت بقى. انا حاسه ان احنا هنرغي كتير قوي في القعده دي، فقوموا هاتوا حاجه تشربوها عشان ما تحسوش ان الموضوع ممل. رحت سبا، عملت حمام مغربي وعملت مساج ودخلت ستيم وجاكوزي واتدلعت اخر دلع في سنتر سبا كده اسمه كليو عندنا هنا في المعادي، مشهور جدا وبيروحوا ناس كتير قوي مشاهير يعني. المهم رحت واتدلعت ودخل عليا العيد كده وانا منتعشه، ورحت الصالون وعملت ضوافر. لو انتوا على الانستجرام اكيد كنتوا عرفتوا الموضوع يعني. وجبنا بجامه العيد وفرحنا والدنيا جميله وزي الفل. وخلصنا العيد وجماله وحلاوته، هوب ماما تعبت ودخلت المستشفى. عارفين بقى ماما دخلت، وانا طبعا دياله ما ينفعش اسيبها عشان الرضاعه، فدياله كانت معايا في المستشفى، ومش قادره اقول لكم الواحد اتبهدل ازاي يعني. بس الحمد لله عدت على خير، وماما عندي دلوقتي والحمد لله امورها بخير وبقت احسن بكتير. اول ما ماما ابتدت تفوق شويه اهم دياله جالها سخونيه التسنين، يا حبيبه قلبي بتسنن وبتطلع كذا سنه مع بعض، فتقريبا واخدين من صحتها، مش قادره يعني تاكل بقالها يعني. انا بكلمكم دلوقتي دياله بقالها 3 ايام ما كانتش اي حاجه، باكلها الزبادي غصب وبالعافيه، ما بتاكلش اي حاجه، معتمده على الرضاعه بس. خست جامد جدا، ودي حاجه انا زعلانه عليها قوي، لان هي المفروض عيد ميلادها المفروض كمان 10 ايام تقريبا، وكان نفسي اعمل لها فوتو سيشن حلو، وكان نفسي اعمل لها عيد ميلادها، بس هي خسه وتعبانه، فيا رب تفوق على ما يجي يوم عيد ميلادها. فكل دي حاجات حصلت منعتني عنكم حبايب قلبي، كل دي حاجات تخليني مش قاطع بس الفلوجز، انا قاطع السوشيال ميديا كلها. واكتشفت فعلا فعلا ان انا لو هقعد اخد بالي من كل حنتوفه وطرطوفه في البيت بجد انتم مش هتشوفوني يعني، انا اونست معي مش هتشوفوني خلاص ان سوشيال ميديا، لان انا شخص بيعرفش يعمل الحاجه الا على اكمل وجه يعني. مش هعرف اخد بالي من الولاد واخد بالي من البيت واعمل اكل واروق وفي نفس الوقت اعمل شغلي، لان بالشكل ده شغلي مش هيطلع بشكل حلو، وانا احبه يطلع بشكل حلو. فعشان كده قصرت الفتره اللي فاتت معاكم بشكل مش طبيعي، حتى كنت يعني فاهمين سلو قوي على السوشيال ميديا، حتى على الانستجرام بنزل كده حاجات بسيطه طفيفه. بس الحمد لله عدت على خير واشتريت طرح جديده، وطبعا دي حاجه ملهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه، بس انا كل فتره لو انتوا بقى معانا من حبه حلوين، انا كل فتره بشتري طرح جديده. وانا بجد اكتشفت ان انا عندي مشكله نفسيه مش طبيعيه يا جماعه. انا جه عليا فتره قلت انا زهقت من الشيفون ومش هلبس غير قطن. لبست القطن شويه حسيت ان ايه ده اي ميس الشيفون قوي، رحت جبت الشيفون بقى كده لا 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 القطن مريح اكتر، رحت جبت القطن اهو ارجع تاني للشيفون. بقى عندي مشاكل نفسيه يا جماعه بجد والله، يعني دلوقتي الدرج اتملى كله شيفون كله شيفون. طب والقطن هنعمل فيهم ايه؟ ما اعرفش، ممكن نركنهم. فانا بفكر ان انا ما اوزعهمش، اركنهم بحيث اما الهرمونات تهب ارجع تاني يكون عندي طرح بدل الفلوس اللي انا عماله اخسرها. صراحه انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي عماله ارغي، والبارت ده من الفلوج رغي كتير قوي، بس احنا عارفين ان لازم يكون في بارت ليه علاقه بالايه بالرغي بس كده. فخلوني اروح بقى اكمل بقيه الطرح، لاني لو فضلت ارغي وانا بحط الطرح مش هنخلص. خليني اكمل بقيه الطرح والم الدنيا كده واجي لكم واحنا بنجهز مع بعض عشان انزل. وصح ما قلت لكمش، الفلوجر او اليوتيوبر اللي انا نازله قبلها هي نوج يا جماعه. نوج نزلت مصر من يومين تقريبا، وانا بعت لها اول ما نزلت مصر قلت لها لازم اشوفك لازم اشوفك. ف امبارح بالليل اتفقنا ان احنا نتقابل النهارده، بس قلت لها اكد عليكي الصبح على حسب دياله عامله ازاي. فالحمد لله دياله النهارده قايمه فايقه شويه، فاكيد هننزل. فهاجي لكم بقى واحنا بنجهز وبنحضر نشوف هنلبس ايه، لان انا فعليا ما عنديش اي فكره انا ممكن البس ايه. وده شكل الطرح بعد ما رصيتهم، وطبعا هما ما بيفضلوش بالشكل الجميل المترتب الحلو ده كتير، هو مجرد نزوله ننتش طرحه من هنا على طرحه من هنا، كل ده بيبوظ وبيفضل باي شهرين على ما فوق، وابدا ارتبهم تاني عشان ابوظهم تاني. ربنا ما يقطع علينا عيده. بس كده خلصنا. اوكي حبايبي تعالوا اوريكم هنزل بايه. مش هنقفر قوي في اللبس، جينز واي حاجه كده خفيفه عليه، فخليني اوكي هلبس اول حاجه البنطلون ده، هو جاي كده ستريت والرجل بتاعته من تحت كده مقطعه كده شويه، وشكله بيبقى حلو قوي عليا. والبنطلون ده لبسته من كام يوم ولقيته واسع سنه من عند الوسط، وده معناه ان انا خسيت في رمضان. ووزنت نفسي من كام يوم لقيت نفسي 65 وانا كنت 70، فده في حد ذاته حاجه حلوه، ومن الواضح ان الصيام بيجيب معايا، فبفكر الفتره الجايه صوم كتير. وهلبس عليه الوايت شيرت ده او البلاوز دي، شيرت ايه ده بلاوز، هلبس عليه البلاوز دي، شكلها حلو قوي، بس اوحش حاجه فيها ان هي شفافه، فلازم تلبسي عليها حاجة
حاجه من تحت، فلقيت اختراع حلو قوي هينفعني في اغلب هدومي، لان اغلب الهدوم الصيفي اللي عندي شفافه فبتبين الجسم من تحت، ولازم البس تيشرت، والتيشرت ساعات بيبقى نص كم. فلقيت تيشرتات حلوه قوي عند كوتونيل كلها قطن ولونها ابيض وماسكه على الجسم كده، بس مش كارينه، قطن. خليني اوريها لك. اوكي التيشرت ده كده، ده جبته من عند كوتونيل، ده لونه ابيض بيزك خالص، بيتلبس تحت الهدوم عشان الهدوم ما تشفش. وجايبه منه مقاس ايه، جايبه منه مقاس لارج، وهو ماسك على يعني مقاس لارج حلو، وهي البنت قالت لي ان مقاس لارج اصلا صغير يعني يلبس ميديم، فاهمين؟ فخدت منه المقاس ده عشان البسه تحت اي هدوم شفافه عندي وما احسش ان هي مبينه جسمي من تحت. وهلبس الشنطه دي، كنت جايباها برده من عند شي ان. الشنطه دي شيك وعسل جدا، وتنفع كده في النزولات اللي هي تروح تقعدوا في كافيه في حته كده، فحاساها لطيفه قوي، وكمان حلوه قوي للجامعه. يعني لو انت عايزه تجيبي شنطه للجامعه تكون عمليه وتشيل حاجات كتير، فهي ما شاء الله بتشيل الدنيا كلها. وهلبس برضو الشوز دي، كنت جايباها من عند شي ان، وده شكلها كده فيها نجوم. انا بحبش قوي البس حاجات فيها لون اسود اصلا، بس دي شكلها حلو جدا في اللبس، وكمان لونها مش ابيض، لونها اوف وايت، فهتليق قوي على البلاوز اللي انا جايباه. وبس كده مش ناقص غير اني احط ميك اب، فهروح احط ميك اب واجي لكم تاني. اوكي حبايبي خلاص كده انا جهزت ولبست الطرحه دي، شكلها حلو قوي. بقالي كتير قوي ما لبستش طرح منقوشه، ولبست بلاوز كده بيضه. انا وريت لكم الاوتفيت، انا بعيد الكلام تاني ليه؟ تعالوا بقى اوريكم على المرايه الكبيره الاوتفيت كله شكله عامل ازاي. اوكي حبايبي ده كده الاوتفيت اللي انا نازله بيه، بغض النظر عن المس الكتير اللي ورا، بس انا كده اما باجي نازله ببهدل الدنيا، بس حاسه الاوتفيت كده شكله خفيف وفريش كده. اوكي والشوز كمان شكلها حلو قوي، مبهدل السجاده عادي جدا. ويلا خلينا بقى ننزل، لان انا متاخره، كان معادي معاها الساعه 4، رجعت بعت لها قلت لها نوشكا ليها 4:30، قالت لي اوكي ماشي، فربنا معانا يعني. فيلا اروح احضر شنطه دياله عشان ننزل. صح نسيت اقول لكم الاكيد ان انا مش هاخد الكاميرا معايا، لان في المولز انتوا عارفين ان ممنوع التصوير والكاميرات والكلام ده كله، فلو في اي ديتيلز ممكن اصورها لكم بالكاميرا بتاعه الموبايل، فممكن الكواليتي تقل شويه، معلش استحملوني، لان انا ماليش خلق اروح اتخانق مع الناس عشان خاطر الكاميرا، بس عشان خلقي بقى ضيق، فهصور لكم اي مقتطفات او اي حاجه هنعملها بالكاميرا بتاعه الموبايل. ناس حلاوتها. طلعت يا جماعه احلى بكتير من الكاميرا، تصدقي بالله الكاميرا اللي انا شايفاكي فيها دي موحشاكي يا جماعه، دي عروسه لعبه خارجه من علبه اقسم بالله. لا ما تقوليش، لا انت لازم اقول عشان انا صدمت يا جماعه. مثلا لو هي مثلا جمالها 10 من 10، الله يخليك 100 من 10، الله يخليك والله العظيم مش منافق والله. لا ثواني بس، انا فاتحه عشان اقول الكلمتين بتوعي. اسكتي بقى يا جماعه، اقسم بالله طالعه من اللعبه بتاع باربي. لا استني بقى نجيب كادرات. لا الكاميرا وحياة ربنا الكاميرا موحشاكي والله العظيم. وصغنونه يا جماعه، بصوا قد كده، استنوا استنوا قد كده اهو، بصوا ايه كلها على بعضها قد كده. انا فاكراكي شجره. لا انا مش طويله قوي، لا مش طويله قوي، لا الحمد لله طول قريب طول قريب. انا حبيت بس يا جماعه انا اوثق اللحظه دي، انا قابلت الوش بس عشان انا بيك فان. أنا يا لا بقى انا كتير قوي نعرف بعض على السوشيال ميديا، بس ما نزلناش على ارض الواقع. كنا 5 سنين. طلعت احلى بكتير. The next day. يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. امبارح ما كملتش معاكم الفلوج لاني رجعت وكملنا النكت بتاع دياله بتاع التسنين، عياط مش طبيعي نون ستوب. انا اصلا مشيت بدري يعني ما كملتش القعده مع نوج عشان دياله كانت عماله تعيط بشكل هستيري وحرارتها ابتدت تعلى شويه، فاضطريت ان انا ارجع البيت تاني. ومن ساعه ما رجعت البيت وهي ما بتبطلش عياط ومش موقفه رضاعه، يعني فعليا عايزاني افضل قاعده برضع طول الوقت، ما تشيلش الرضاعه من بقها ومش فاهمه فيه ايه، وعارفين اعصابي تعبت يعني ليل ونهار بتعيط، فعليا ما بتفصلش عيط خالص. وقلت النهارده الحمد لله صاحيين مفيش حراره، بس ستيل لسه مقريفه جدا. يعني انا صاحيه من الساعه 6:30 الصبح، الساعه دلوقتي 12 الظهر وهي ما فصلتش عياط، ونامت عايزه تنام وهي بترضع، واول ما ابدا اقوم واشيلها من على الرضاعه تروح معيطه ومصوته، وبالعافيه اما عرفت
اهرب من ايديها دلوقتي عشان اقدر ان انا اقوم اشوف حالي وشغلي والحاجات اللي ورايا. ففعليا انا عايشة كده بقالي 6 ايام يعني مش فاهمه في ايه، يعني لو من بعد العيد انا مش فاهمه في ايه بجد كده 6 ايام ايه، احنا داخلين في اكتر من اسبوع. فانيواي المفروض دلوقتي ان انا هقعد احضر السيت اب بتاعي واقعد عشان اصور عشان عندي كميه شغل متاخر مش طبيعيه. بس المصيبه دلوقتي ان انا بسقط وعايزه انام، فلازم اروح دلوقتي اعمل قهوه تاني عشان اقدر افوق واتوازن واقدر ان انا اصور. اكسايتد للتصوير المره دي، اني اشتريت فرش جديده ورموش جديده وفي حاجات كتير جديده جايباها، فعايزه اجربها وعايزه اعمل ميك اب لوك وعايزه انزل فيديو على اليوتيوب عشان ما اتاخرش عليكم في قناه الميك اب. فمضغوطه. بصوا بره برده بتعيط، تعبت تعبت بجد اقسم بالله. التسنين ده يعني حاجة صعبة، انا ما عشتش ده مع فهد، يعني فهد لا يعني ما بهدلتش كده، لكن ديالة فعليا. وانا عارفة ان البنات بقى هرموناتهم اوفر، فانا عارفة ان الموضوع مؤفر معاها عشان هي بنت، الهرمونات ضربة في السماء. فخليني اعمل قهوة ونحضر السيت اب بتاعنا. اوكي حبايبي خلاص عملت القهوه، دلوقتي حرب ان انا اديها الدواء، يعني هديها الدواء ودي حرب تانيه لوحدها. خلاص اديت لها الدواء الحمد لله، وعيطت وبهدلتنا ولزقتنا وتفت في وش الدواء ومنتهى قله الادب. يعني انا مش فاهمه في ايه، طمنوني ان ده عادي وعادي ان الاطفال بيحصل لهم كده، لان انا ناسيه. يعني انا مش فاكره ان فهد بهدلني البهدله دي، ديالا مبهدلاني فعليا. انا مش عارفه اتصرف معاها، وبقالها يومين ثلاثه ما كلتش، مش عايزه تاكل اي حاجه خالص، والموضوع ده قلقني. اه هي بترضع واوكي وتمام، بس برضو يعني متوتره من الموضوع ده قوي. المهم الحق شويه بعد ما هديت وخدت الدواء يمكن تنام حبه، احط بقى السيت اب واقعد اشتغل عشان انا مقصره جدا يعني. وبس كده اشوفكم بعد ما اخلص بقى الميك اب لوك. اوكي حبايبي خلاص خلصت تصوير، بس بالعافيه، عارفين اللي هو بصور تحت ضغط مش طبيعي. هي مش مبطله عياط، مش عايزه تقعد مع اي حد غير انا ماما. تجيبوا لي ماما دلوقتي حالا وتفضل قاعده معايا، وهو ده اللي عندي. طبعا انتوا شايفين ايديها في بقها ومقريفه ونفسيتها مش احسن حاجه في الدنيا، بس اتس اوكي. معلش يا ديدي معلش، ان شاء الله نسنن عشان نعرف ناكل لحمه ونعرف ناكل فرخه ونعرف ناكل كل الاكل اللي احنا بنحبه. وبس انا المفروض النهارده كنت اطبخ وكده، بس طبعا ما طبختش عشان انا عندي شغل كتير جدا، فقلت خلاص خليني ما اطبخش النهارده ونفضل قاعدين بالديدي. وطلبت اكل والاكل وصل، والمفروض بعد ما نتغدى بقى هصور الستوريز بتاعه الانستجرام، فابقوا معنا. اعتقد دي اخر حاجه ممكن نعملها في اليوم هي ستوريز الانستجرام. فعلى ما محمد ما يجي من الشغل هقعد اعمل شويه مونتاج على اللابتوب لغايه ما هو يجي بقى ونتغدى كلنا. ده مطعم جامد جدا اسمه اهل الكرم تقريبا، او اهل الكرم، تحفه تحفه بجد. عنده احلى شاورما ممكن تاكلوها بحياتكم، وعندهم كمان لازم اجيب سلطه الفتوش دي، وبيجيبوا معاها الصوص لوحده مش محطوط عليها. فعليا من احلى الشاورما وفتات الشاورما اللي بناكلها في حياتنا الصراحه، يعني كلت من عنده في رمضان بكميات مش طبيعيه. فاحنا كده هنستنى محمد يجي عشان ناكل كلنا سوا، اروح بقى اعمل مونتاج واجي لكم لما نيجي نصور الستوريز. اوكي حبايبي كده اولموست اليوم خلاص خلص. انا هلكت، ديالة مسحت بكرامتي الارض ولسه بتمسح، يعني لسه بتمسح وهموت وانام ومش قادره. يا دوبك صورت الستوريز اللي انا كنت عايزه اصورها على الانستجرام ولسه مخلصه حالا، وبجد هلكانه. المشكله ان انا عايزه انام وهي لسه صاحيه من شويه، فما اظنش ان هي هتنام دلوقتي. وموضوع التسنين ده بجد صعب قوي. ايه ده بجد؟ يعني ايه ده بجد؟ عياط فعليا ما بتفصلش يا جماعه، وحياه ربنا انا اول مره اشوف ديدي كده. يعني اول مره اشوفها ده لما كانت نونا وبيبي، ما كانتش بتعمل فيا اللي عملته دلوقتي. فمش قادره اقول لكم
انا عايزه اعيط بجد والله. يعني عارفين لما تبقوا مضغوطين مضغوطين بس عمالين تتمسكوا، بس بجد انا عايزه اعيط. فانا مستنيها ان هي تفوق شويه وتبقى كويسه واخد لي كورنر في الشقه كده واقعد اعيط فيه براحتي. المهم انا هسيبكم دلوقتي وكده الفلوج خلص، واستنوا الفلوج الجاي ان شاء الله عشان هيكون تحضيرات عيد ميلاد ديدي. بس يا رب تفوق، يا رب تفوق وتبقى كويسه. هنحضر لعيد ميلاد ديدي. انا حجزت مع فوتوغرافر اللي صورني فاكرين ساعه الحمل، حجزت معاه وهو جاي لنا الجمعه الجايه ان شاء الله عشان يعمل لها فوتو سيشن، ويا رب نقدر نعمل لها عيد ميلاد. لو ما عملناش عيد ميلاد هنحتفل احنا كده مع بعضينا، بس ان شاء الله ان شاء الله نعمل لها عيد ميلاد. وبس كده حبايبي، اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله، وما تزعلوش مني ان انا اتاخرت عليكم. ان شاء الله الفتره الجايه ما اقصرش، لان انا زي ما قلت لكم انا اللي سهل عليا كمان ان انا اقوم اصور فلوج ان انا لقيت حل للكاميرا. انا قلت لكم ولا ما قلت لكمش مش عارفه، بس لقيت حل للكاميرا بتاعتي. يعني جبت لها بطاريه تقومه وتخلي البطاريه ما تفصلش ابدا، زي ما انتم شايفين متوصله طول الوقت بالباور بانك، فلقيت لها حل فبقت مسهله عليا ان انا اعمل لكم فلوجز. فان شاء الله مش هبطل فلوجز خالص. اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. بحبكم قد الدنيا دي كلها، وافتكروا ديدي في دعواتكم والنبي عشان تفوق وتبقى كويسه.